عدنا لحضراتكم مرة أخرى. عايز أكلمكم أيضا في الاجتماعات والحاجات اللي اتناقشت فيها النهاردة الحكومة أو مكتب رئيس الوزراء. على فكرة مجلس الوزراء دشن النهاردة منصة المشاركة المجتمعية وسموها حوار. طيب عايز أقول لكم أيضا أن هذه المنصة هي جزء من تبادل الآراء ما بين المواطن وحكومته. يعني أنا بلخص لكم الدنيا عاملة إزاي، انك انت تقدر تدخل على هذه المنصة تعبر عن رأيك، تبعت شكوى، تقول حاجة. دي هتكون اكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين علشان قياس الرأي العام، وايضا المتابعة. لو عندك فكرة، لو عندك طلب، لو عندك شكوى، ايا ما كان اللي هيحصل هنا، هو مختلف القطاعات متاح لحضرتك ان تشارك مع الحكومة وانك انت تبعت للحكومة. ادي المنصة تم اطلاقها بالفعل. والجميل في الحدوتة دي هو ان احنا بدأنا نستغل القدرات بتاعة التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي، وهم قالوا ان احنا عملناها بعد ما عملنا دراسة لافضل 10 منصات وتجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الالكترونية، سواء ضمت دول عربية او دول اخرى غربية وشرقية ومختلفة. على الهاتف الكاتب الصحفي العزيز الزميل عماد الدين حسين، عضو مجلس امناء الحوار الوطني ورئيس تحرير جريده الشروق. استاذ عماد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين. لو قلت لك هتبعت اول رساله على هذه المنصه، خليني اشتغل معاك بقى بما ان رمضان داخل، اول رساله ممكن تبعتها لرئيس الحكومه على هذه المنصه عماد الدين حسين، تبعت للحكومه المصريه تقول لهم ايه؟ اقول لهم لازم نشوف حل سريع جدا 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 لقضيه العلف للفراخ وللحوم، عشان رمضان اللي جاي بعد اقل من شهر لا تتكرر الازمه، ولازم نشوف افضل السبل لحل هذه الازمه بكل الطرق الممكنه. وانت متابع كل الطرق اللي بتحاول الحكومه تعملها في الفتره اللي فاتت ولا لا؟ طبعا الحكومه عملت جهد كبير وافرجت عن حاجات كثيره جدا جوه الموارد. هو هنزرع فول الصويا وهنزرع الذره وهنزرع كل الكلام ده. فول الصويا والذره ده حلول اجله يا محمد، بمعنى ان هي هتاخد وقت شويه. انا بتكلم هنا على الافراجات. افراجات تمت طبعا. طبعا احنا انا عارف ان المشكله الاصليه ان احنا لازم نجيب دولارات كثيره، واذا كنا قد افرجنا عن اللي كان موجود، بس في حاجات هتيجي اللي احنا الحاجات المستمره. كل ما هو ده سبب الاجتماعات النهارده كمان، من ضمنها توفير العمله الصعبه اللي احنا محتاجين لها للمستقبل. بس قول لي بقى، انا النهارده حكومه في ظل اللي عمال يحصل ده كله، ورغم كل اللي عمال يحصل وبعض الناس اللي خارجة تقول، وناس كتير طبعا زعلانة ومتضايقة، انت واحد اهو اتكلمت في قضية، ان انا اقبل على ان انا افتح هذه المنصة حتى استمع اليك، يعني انت كمان توصل لي بسرعة، رأيك ايه في الاستراتيجية دي؟ لا ده انا عايز اسمعك بجد وعايز تشترك معايا. انا رأيي ان دي خطوة ممتازة ومحترمة وعملية، واذا طبقت بالشكل الصحيح انا اظن هتختصر جزء كبير جدا من المشاكل، وهتقرب المسافه بين المواطن والحكومه، واهم كمان من ده هتمنع الناس اللي هم بيصيدوا في الميه العكره ان هم يدخلوا، لانه المواطن هيدخل يكتب رايه في اي قضيه سواء صح او غلط، حد يدخل يرد عليه، فبالتالي الامور هتبقى واضحه جدا. ففكره الاشاعات اظن اذا طبقت هذه الاليه تطبيق صح هتقلل الاشاعات، هتخلي الثقه تزيد، هتخلي المشاكل تقل، وبالتالي هتقضي على جزء حتى من سوء الفهم احيانا، فساد بعض صغار الموظفين اللي هم موجودين في حتت هنا او هناك، تقدر تحل مشاكل كثيره جدا جدا اذا احسن تطبيقه. اذا احسن تطبيقه، طب احنا النهارده في البدايات، وبدا بقى هيبدا المواطنين يخشوا يبعتوا مسجز او يبعتوا مشاركاتهم، يبعتوا الاراء المختلفه بتاعتهم. بلا ادنى شك معظم اللي هيبعت شكاوى، صح ولا انا غلطان؟ يعني معظم الناس طبيعي. عندما تتعدد طبيعي بتاعه صح. نعم. انما ايضا في ظل ده، هل تتوقع ان الحكومه تبدا ترد عليهم؟ انت عايزها تطلع ترد على هؤلاء، ان يبقى في تبادل في الراي على المنصه ولا استقبال؟ انا اظن مش الهدف بس هو الرد، هي القضيه اللي انا فهمته من القصه، وده ربما الحاجه المهمه، ان انا لما بطرح في قضيه ربما الاقي اقتراح من مواطن عادي جدا. بالظبط كده، اشكرك. في حاجه مهمه جدا، وبالتالي ده يعني
تاني اذا احسن التطبيق دي هتبقى تطبيق الديمقراطيه في افضل صورها، لان انا هسمع راي قد اللي هو بنقول عليه بره الصندوق، ربما يحل لي مشكله ما جاتش في ذهني او ما جاش الحل ده في حد موجود في الارض، ما حد بيزرع وما اعرفش فيه محاصيل ما جابتش حقها، مشكله زي الاسمده زي التقاوي، في حاجات كتيره جدا بتشغل المواطنين على ارض الواقع. فممكن احيانا بعض الحلول الحكوميه قد لا تكون مرتبطه بواقع على الارض، فياتي شخص فلاح بسيط جدا يقول لهم والله يا اخوانا نعمل كذا كذا. طبعا ما هي دي، هو ده على فكره، هم مقسمين هذه المبادره بهذا الشكل، القطاعات ست قطاعات واقسام رئيسيه، حضراتكم لو دخلتم على الويب سايت ده هتلاقوها. من ضمنها الكلام الاساسي بقى اللي هو المنصه دي ايه واهدافها والقواعد بتاعتها ايه وتسجيل البيانات وقسم تسجيل بيانات الدخول، انت مين ومنين وغيره. القسم الثالث اسمه منتدى الحكومه، منتدى الحكومه ده الجزء الرئيسي في المنصه اللي بيتيح المشاركه المجتمعيه قدر الامكان في القضايا والموضوعات المطروحه من قبل الحكومه المصريه. انت راي حضرتك ايه مثلا في القانون القادم او الفلاني او كذا، انت عايز تخش تقول رايك فيه، اتفضل قول هذا الامر علشان الحكومه تعرف اتجاهات الراي العام واراء الخبراء والمتخصصين. هندخل بعد كده عندك حوار الخبراء. حوار الخبراء ده يا جماعه ده جزء تم تخصيصه للمتخصصين في قطاعات عديدة، كل قطاع انت تدخل، انا خبير بعد اذن حضراتكم في مثلا التصنيع بتاع المايكروتشيب، وانا شايف ان احنا محتاجين 1 2 3 عشان ننهض بهذه الصناعة في مصر، انا خبير في الزراعة، انا خبير في الورد، انا خبير في الانتاج الحيواني وغيرها، بس لازم يكون عنده ثقل ويقدم، وعندك مشروع بحثي ابعته متكامل علشان بسيناريوهاته، ابعته لنا كدولة، ابعته لنا كحكومة، انا عايز اشوف ده علشان اتعرف على اراء ومقترحات المجتمع ومجتمعات الاستثمار والخبراء وغيرها. في قسم تاني بقى الافكار والمبادرات، كل الناس عندك فكرة عندك مبادرة، والله يا جماعة انا شفت حتة الارض الفلانية في المكان الفلاني عايزين نعمل عليها كذا، ايه رأي حضراتكم عايزين نعمل مبادرة لشبابنا في المنطقة الفلانية او في الوعي الفلاني وغيره. اذا هي طريقة ان هو يتلمس رؤية حضرتك وايضا يتابع اراء حضرتك تجاه القضايا. عماد التقسيمة دي مين اللي هيشترك فيها اكتر، شباب ولا هيشترك فيها كبار سن، يعني اللي زيي وزيك كده؟ طبعا انت اكبر مني سنا. انت اكبر مني سنه يا محمد او سنتين، ماشي، او احنا احتمال نكون قد بعض. طيب مين اللي هيقبل عليها؟ انا نفسي الشباب يعني الطبيعي او غالبا كبار السن هم اللي بيبقوا الاكثر تاثرا، لان هم الاكثر معاناه، الاكثر احساسا بالمسؤوليه اللي مروا بمشاكل. لكن تستطيع اذا يعني محمد ان شاء الله نجح في هذه التجربه تقدر تستقطب شباب في قضايا مثلا زي قضايا الشباب، او حتى شباب باحثين او شباب رجال اعمال في حتت كثيره جدا. هو النقطه ربما اللي غايبه عني في الخبر كله او في القصه كلها هي اليات الدخول والمشاركه ايه؟ دي نقطه مهمه، بمعنى هل هي متاحه ومفتوحه لاي شخص يدخل في اي وقت؟ ولا هي يعني في اليه معينه؟ لا في اليه، هو موقع عماد، ده موقع الكتروني هتدخل هتسجل انا المواطن عماد الدين حسين ورقم تليفوني كذا وده الايميل بتاعي وانا عايز اقول 1 2 خلاص، بتاخد رقم وتدخل تسجل رايك وتقول رايك في اي حته في المناطق دي. حلو قوي، دي ممتازه جدا بهذا الشكل لانها تبقى متاحه للجميع. النقطه الثانيه اللي لسه بفكر فيها وانا بكلم حضرتك، انت عارف حضرتك يا محمد واحنا في الجرايد طول الوقت بيتصل بيه خبراء وناس ومسؤولين ومواطنين يقول لك انا عندي حل من اول مشكله الطاقه النوويه لحد مشكله الدكتور. والله ما انا مشفق عليهم، انا مشفق عليهم. بعضهم بيقدم افكار كويسه وبعضهم ما بيقدمش، بس هو مجرد ان انت تديله الفرصه ان هو يقول رايه ويحط هذا الراي ويبقى هذا الراي متشاف، هيوفر جزء كبير جدا على الصحافه والميديا والفضائيات وعلى حتى الحكومه، بمعنى انه المواطن الذي طول الوقت يقول لك والله انا عايز اعمل استغاثه. طبعا بص ده كل ده هو الوقت بيقطع كل السكك بالضبط. وبيبدا ما يقدرش الوقت يقول ان انا مش على اتصال دائم بالمواطن المصري، والمواطن ما يقدرش يجي يقول لك دول مش سامعيني.
بالظبط كده. يعني في هنا تبادل هيحصل في الفتره القادمه، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس امناء الحوار الوطني رئيس تحرير جريده الشروق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.